موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة مدنيا بجروح خطرة ونفوق عدد من الأبقار بقصف للطائرات الحربية الروسية استهدف مزارع في منطقة شادرني بريف جسر الشغور غربي إدلب بحسب الدفاع المدني السوري. الدفاع المدني السوري أفاد بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة بمدينة إدلب وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات. أمين فرع دير الزور لحزب البعث رائد الغضبان يكشف عن تسوية جديدة سيجري تطبيقها في دير الزور تشمل المطلوبين للنظام وفق موقع هاشتاغ سوريا. وزارة الخارجية الروسية تعلن عن استقبال سيرغي لافروف في موسكو وفدا عن جبهة السلام والحرية السورية برئاسة أحمد الجربة. صحيفة الوطن الموالية تقول إن عددا من مرضى السرطان يضطرون إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة بأسعار خيالية بسبب انعدام وجود الأدوية الخاصة بالمرض في الصيدليات. الدكتورة السورية دينا يعقوب آغا تفوز بمقعد في الانتخابات البلدية التي شهدتها مقاطعة بانجور التابعة لولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.